السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أنواع العقل والمقاسات بتاعتها. في ناس بعتين لي عايزين يعرفوا الأنواع بتاعتها والمقاسات. على فكرة الحاجات دي بتكلفني كتير. أنا لو عندي محل أدوات صحية كنت وفرت عليكم كتير جدا، وكنت نزلت لكم حاجات جميلة جدا. فأنا جبت النهاردة بعض العقل أهي. دي نحاس، دي طبعا أفضل عقلة في أنواع العقل. دي نحاس زي ما احنا شايفين ومشرشرة. في منها نوع بيبقى مشرشر من بره، نظام خط كده سن زي السن ده كده، وفي اللي هو السنون اللي زي كده عشان تربط فيها برضه بالشكل ده كده. وفيها المقاسات بتاعتها، كل المقاسات موجودة في السنتي، وفي السنتي ونص، وفي الاتنين سنتي اهو زي ما احنا شايفين. دي سنتي معانا اهو، المقاسات كلها موجودة على حسب اللي انا محتاجه. ودي برضو نوع تاني، ده نوع تاني اهو. النوع ده اهو فيه منه مجلفن وفيه مش مجلفن. دي زي ما احنا شايفين اهو مش مجلفن، عشان كده صد طيا حصل فيها صدى. ودي نفس النوع بس مجلفنة من بره، عشان طبعا الصدى ما يمسكش فيها زي التانية كده بسرعة. وده نوع تاني برضو، طبعا ده هو النحاس برضو جافن. ده استانلس برضو، جودتها عالية برضو زي النحاس، محملة ومعمول فيها سن برضو مشرشر داخلها هو، عشان لو جيت تحلها طبعا بفان عمومي من بره، تحلها من جوه مفتاح ال مثلا. برضو فيها المقاسات بتاعتها، في منها السنتي وسنتي ونص واتنين سنتي على حسب المقاسات اللي انت عايزها كل حاجة. وفي 3 سنتي، كل المقاس اللي انت عايزه هتلاقيه موجود في المقاسات بتاع الاول. وطبعا لو كل واحد يعامل ضميره في الشغل، يعني مش هنحتاج العقل دي اساسا في شغل السباكة. طبعا السباك بيبقى عامل حساب الشفة بتاع الكوع في شغل التأسيس. في شغل التأسيس بيبقى جاي عامل مطلع مثلا نص الكوع، نص الشفة كده بره، على حساب عشان خاطر السيراميك. فالحيطة ما تبقاش مظبوطة، ممكن بيجي بعد تشطيب السيراميك. طبعا شغل البلاط بيتعمل على ميزان، تلاقي الكوع سافر جوه، تحتاج له عقلة 2 سنتي أو 3 سنتي على ما تجيبه وتطلعه على وش الحيطة. لأن أنا محتاج العقل دي تطلع لي على وش الحيطة، يعني أنا وش النيكل هيربط أهو معايا، هيربط كده مثلا على وش الحيطة أهو. ده وش الحيطة معايا، فرضنا إن ده وش الحيطة. انا محتاج ان العقله دي تطلع لي لغايه وش السيراميك بالشكل ده كده. على حسب بقى الكوع مغطسان جوه، هجيب عقله هقيسها، عاوز اشوف 2 سنتي، سنتي ونص على حسب المسافه. ولو الكوع وشه جه على وش البلاط مش هحتاج للعقل دي اساسا خالص، لان السن معايا هيربط اهو بالشكل ده كده، والوش هيبقى مخدم معايا على وش البلاط بالشكل ده كده. لو غطسان جوه هتشوف انت محتاج قد ايه، في مقاسات كلها موجودة. ويا رب يكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، ويكون عجبكم الفيديو. وان شاء الله كل يوم في جديد، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب في قناتي الجديد اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.